بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات علم الامبريولوجي وعلم الاجنه، وهنتكلم عن الفيتال ميمبرينز زي ما اتفقنا. اتكلمنا كتير عن الفيتال ميمبرينز، اتكلمنا عن الامونيوم خلصناه، واتكلمنا عن مراحل اليوكسك البرايمري والسكندري والديفينيتيف يوكسك، وتبقى شايف انت الحته الصغيره ديت اللي هناخدها ان شاء الله اللي هي الالانتويس. الالانتويس هو بروسيس بتبقى طالعة من اليوكساك، خلاص فينجر لايك بروسيس بتبقى، عشان برضو نبقى احنا ايه نقرب شوية عشان تبقى انت شايف، خد بالك شايف انت البروسيس ده، فينجر لايك بروسيس ماشي، بيطلع من اليوكساك تحديدا بقى للدقة. مش هتقول كلمة يوكساك كده، هتقول سكندري يوكساك، وزي ما اتفقنا السكندري يوكساك هو اللي بيبقى حواليه الفيزرال انترا الفيزرال اكسترا امبريونيك ميزوديرما او السبلانشينيك اكسترا امبريونيك ميزوديرما، والسكندري يوكساك اللي بيتكون ساعه لما الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بينقسم الى جزئين، جزء بيبقى حوالين الجنين اللي هو بنسميه الفيزرال اكسترا امبريونيك ميزوديرم، والجزء السوماتيك الخارجي اللي هو بيتحب مع التروفوبلاست وبيكون حاجه اسمها الكوريون. الكلام ده بقى خلاص احنا كبرنا عليه. فلما يجي يقول لك والله الالانتويز ده بيظهر امتى من اليوكساك، تقول له والله في السكندري يوكساك او في الكوريونيك ستيج اللي هي مرحله الايه، المرحله اللي بيتم تكوين عندها الكوريون، خلاص كده. طيب وبالمناسبه برضو لما تيجي تذاكر السكندري يوكساك هتلاقيه بيقول لك ان السكندري يوكساك بيظهر في الكوريونيك ستيج، خلاص كده. ما هي الكوريونيك ستيج هي المرحله اللي بيتم تكوين عندها الايه الكوريون، او اللي عندها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بينقسم الى جزء فيزرال وجزء سوماتيك، والجزء السوماتيك بيلزق مع التروفوبلاست ويديني حاجه اسمها الكوريون. فلما يجي يقول لك والله الانتويز ده بيظهر امتى، تقول لي والله بيظهر في السكندري يوكساك او بيظهر في الكوريونيك ستيج، خلاص كده. طيب هذا البروسيس اللي هو لايك فينجر او يشبه الاصابع بيبدا ان هو يبرز من اليوكساك، طب يروح فين؟ يروح في حاجه اسمها الكونكتنج ستوك، وما تنساش وانت بتكتب في الاجابه تحط جنب الكونكتنج ستوك دي ما بين قوسين كده الفيوتشر امبيليكال كورد او الحبل السري المستقبلي، خلاص كده. طيب كلام جميل، كلنا دلوقتي عارفين انه الامونيوم ده بيبقى على الدورزال فيو للجنين، بيبقى على ظهر الجنين، وانه حتى هنا طبقه الاكتوديرم دي كانت بتكون الجزء بتاع النيرفس سيستم، وانه الجزء بتاع اليوكساك بيبقى على الفنترال اسبكت للجنين، بيبقى عند بطن الجنين، وحتى اتفقنا بعد كده ان اليوكساك دي بتكون الايه فيوتشر جات او بتكون الجهاز الهضمي. وبالتالي لو انا عايز اتكلم على الاتجاه بتاع الالانتويس هقول ان هو بيبرز فين، في الاتجاه الفنترال ولا الاتجاه الدورزال؟ طبعا بالتاكيد في الاتجاه الدورزال. يبقى بالتالي هو فينجر لايك بروسيس بيطلع من اليوكساك في الدورزال دايركشن، في الاتجاه الدورزال، خلاص كده. بس خلي بالك الكلام ده في مرحله الايه، في مرحله الكوريولينج فيزيكال ستيج، وفي مرحله الايه سكندري يوكساك. طيب هنبدا ان احنا نخش في المرحله اللي بعديها اللي هي مرحله الايه الفولدنج. لو انت فاكر اثناء مرحله الايه الفولدنج ايه اللي بيحصل، بتحصل تغيرات كتير، صح كده؟ ادي الفولدنج اهو، فاكر؟ وكان ساعتها قلنا انه في جزء من اليوكساك بيخش في تكوين الفيوتشر جات، وفي جزء تاني بيخش في تكوين الديفينيتيف يوكساك، والجزء اللي في النص ده اللي هو الفيتيلو انتستاينال داكت، واخد بالك؟ طيب تعالى ما نشوف ايه اللي بيحصل مع الفولدنج، عشان هو هنا مش جايبها في الاطلس ده، هنبدا ان احنا نجيبها في اطلس تاني. في الاطلس اللي فات هو جايب لك نفس الايه الرسمه دي، ادي الجت الاجزاء بتاعتها الفور جت والميد جت والهايند جت، وجايب لك الفيتيلو انتستاينال داكت والديفينيتيف يوكساك. اثناء عمليه الفولدنج بتطرا تغيرات على اليوكساك، جزء من اليوكساك بيخش في تكوين الجت، صح؟ والجزء الثاني بيخش في تكوين الديفينيتيف يوكساك اللي هو بعد كده هيبقى الامبيليكس، وهتبقى هنا في قناه في النص تسمى الفيتيلو انتستينال داكت، وهذه القناه المفروض ان هي بتبقى ريمينال بتتقفل بعد كده، لكن طبعا لو تنتها مفتوحه ساعتها بتحمل حاجه اسمها الايه الميكلز ديفيرتيكولا، صح الكلام؟ طيب مين كمان بيبدا ان هو يظهر عندي هنا؟ الالانتويس اللي كان ماسك في الكونكتنج ستوك. بس ايه الفرق ما بين الرسمه ديت والرسمه دي اللي هي هنا؟ ايوه هنا الانتويس ويوكساك، صح؟ في اطلس مور، وهنا الانتويس ويوكساك. هنا انه اثناء عمليه الفولدنج الكونكتنج ستوك بتبدا ان هي تتحرك ناحيه الفنترال اسبكت للجنين، وبالتالي الالانتويس هنا بتبقى موجوده عند الفنترال اسبكت.